كانت رهام بتاعت جندي معاه جيشه وجندي نفخه جيشه حاجه كده فاكرينها. رهام كان بتدعو الاطفال لارتداء ملابس الجيش والشرطه وهتعمل بيهم لقطه تحيا مصر. رهام طبعا خدت الدرس حتى الثماله فهمت واتظبطت واتحبست. يعني ايه يعني ايه يعني فوق انها مواطنه شريفه صلحوا الثلاث حتت الشعارات اللي عندها اللي كانت بيتخالفوا مع منطق المواطنة الشريفة فبقت شريفة بزيادة. المر الشريف بزيادة الشريف بزيادة. وجهت الدعوة يوم 22 يناير صبايا تحية تقدير لرجال الجيش والشرطة. تخيل بلد 100 مليون ما فيها لا إذاعة ولا راديو ولا صحيفة حائط ولا منشورات تحيي لا دكتور ولا مهندس ولا جامع قمامة ولا سائق قطار ولا سائق بلد دي ما فيهاش اي كل دول عبيد تحيي. بس البلد دي قايمه على حاجتين الجيش والشرطه. لا يحيى في هذه البلد الا الجيش والشرطه بس هم دول اللي يستحقوا التحيه والتقدير. مصر لا تقدر الا هؤلاء. كنت لسه جايب لك يوم الاربعاء الأطفال بيجمعوهم في تركيا يعملوا إيه؟ بيعلموهم يصلوا الجمعة جماعة 40 ليلة ياخد له عجلة وهدايا. واللي يصلي الجمعة أنا آسف الفجر اللي يصلي الفجر جماعة العيل اللي يصلي الفجر جماعة 40 ليلة ورا بعض بيبقى صلاة الفجر جزء من حياته. هكذا يجمع الأطفال في تركيا اللي بيقولك عليها إيه علمانية. أما في مصر بلاد الأزهر يجمع الأطفال ليعلموا ليشبوا على التعريض والنفاق وإن سلم الصعود يتركز في بلادي حول جملة سيد درويش لأجل ما نعلى ونعلى ونعلى لازم نطاطي نطاطي نطاطي. ندعو أطفال مصر يوم 22 يناير التجمع بلباس الجيش أو لباس الشرطة لنهتف جميعا تحيا مصر تحيا مصر.